يا الله صباح خير. الناس تجاب اللي ويوه السنعة العدلة، وأنا أصبح الصبح بويوه الشياطين. الشياطين اللي تحوم حولك وتلبس شمرة إبليس. أقول أنت اللي قصيتي على إبليس وحطيتي في كيس وربطتي عليه، صوني لسانك وقضبي لسانك وسدي بوزك. ما بس تبوزي لين تيودين لسانك لسان الأفعى. يا مال اللفع إن شاء الله اللي تلدغتش. انت شوي شوي لا تكسر الدكان. هذا جريده مش عارف. هات هذا مكتوب مش الحنوف. ويه عشتوا، عط المكتوب حق احد يفتهم. نفتهم؟ منو قال ما نفتهم؟ هذا مكتوب من ولد عمي في امريكا رشود. امريكا يا كبرها بحلجك. اقول وانت ايش دراك ان هالمكتوب من امريكا؟ مكتوب ترى عليه رشود الخن. ايه بابا هذا ما في رسالة مال خن يا هلوم، هذا فاتورة مال الكهرباء. رشود الخن كان خليته بغبائها تقرا تشوف هالمكتوب شو مكتوب فيه. صباح الخير يا بنات. صباح الورد. ازيك يا وديمة؟ وخري عن جريدة، ايش حالك؟ حالي تمام والله كله خير. يعني انت اخبار مزاجك عنب كده ولا ايه؟ انا والله لين شفتك مزاجي عنب، بس لين شفت بعض الناس مزاجي تبن. صباح الخير يا حلو. وديمو اظني تبغيني افلعك فراشك من الناس. اقول حليمو اليوم يوصلها مكتوب، ايه قاعدة تفتش الخط. ايه الكلام ده صح يا حلو؟ صح يا اختي. بقول لكم ايه، بطلوا المصارعة الحرة دي على الصبح بقى. وبصي انا جاية لك علشان اديك فلوس الايجار. امسك. قول حطي في الفلوس في بوك. ان شاء الله يهدوك. ما لاش لا تعطيني فلوس قدام البومة. قومي 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 طفي قدامي. قومي قومي الله يكافينا شرهم. كم من مره انا قايلت لك لا تعطيني البيزات قدام احد، وخاصه هذه اللي اسمها حلوم القرشانه. لا يا اختي، هو احنا بنعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ الحسد، الحسد بيحسدوني على فلوسي. ايش بلاش انت ما تفتهمين؟ وبعدين مره ثانيه اذا بتبيني البيزات لفيهم لي بقرطاس او حطيهم في كيس ربطيهم. هو اي اختي اللي لفيهم في قرطاس ولا حطيهم في كيس؟ هو انا جايبه لك حته لحمه؟ امسكي ال 500 درهم اهو. ماتي ايه زيدوا رواتبكم تبطرتوا، الظاهر ان انا بزيد عليكم الايجار. وانت ايش عرفك يا وليه انت ان هم زودوا الرواتب؟ انت بتتجسسي عليا؟ انا بتجسس عليك ليه بقى؟ ها؟ ليه يا وليه بتجسس عليكي؟ ايش حالك استاذه زينب؟ اسمع ازيك يا اسمى، تصدقي ان انت الوحيده العاقله والمؤدبه في المنطقه دي كلها. لا تكثرين حكي، انا سايره حجرتي. سايره؟ ما خلاص بقى خلصت حاجتي من عند جارتي، اخدت فلوسك خلاص. ازيك يا بنتي يا اسمى، عامله ايه يا اخي؟ ازيك يا اسمى، عامله ايه يا حبيبتي في الدراسه؟ الحمد لله ماشي الحال، بس الانجليزي صعب شوي. لا عيب عليك تقولي كده، وانت معاكي احسن مدرسه لغه انجليزيه في الشرق الاوسط كله. انا ما حبيت اتقل عليك. ايه ابدا، انا اصلا بعد المدرسه ببقى فاضيه. ايه رايك اعدي عليك النهارده العصر اديكي دروس تقويه في الانجليزي؟ ايه ممكن. حلو شو جالسه هنا؟ اخوي انا كنت جالسه داخل البيت ومليت، فقلت ايلس برا هذا الباب يعني عسب اغير جو. تغيرين جو عند الباب ولا جالسه حاده حق وديمو عشان تضاربين وياها وتسوينها مشاكل؟ هذا انت يوم هذا قلتي حالت علي اللي حالت علي. يا اخوي ارتاح، قبل ساعه ضاربنا وخلصنا خلاص. زين انا بصير احط راسي برقد، لكن يا حرام يا حلو ان سمعت ضربتك لا تلومين الا نفسك، طلعه برا على البيت ما بتطلعي. زينة تعال تعال، بغيت اطلب منك طلب. يا اختي انت تأموري، انت حبيبتي يا حليمة، قولي اللي انت عاوزاه كده واوعي تتكسفي ابدا. زينة يعني ممكن تعلميني ايش اقرا واكتب؟ طب وانا اعلمك ليه؟ ما الدولة عاملة لكم مدارس علشان نحو الامية، روحي المدرسة وتعلمي يا حليمة. انا ما اقدر اسير المدرسة عقب حريم الفريج كلهم بيطنزون علي، يعني انت على الاقل شي علميني ايش قاعد افتش الخط. تفك الخط بس انا مدرسة انجليزي. ما عليه الانجليزي هذا، مالك قلبيه عربي تراش تعرفين الدرسين. تقلبيه عربي وخلاص انت كده بقى انسانة فاهمة تدرس؟ لا ده انتوا عايزين واحدة مستغنية عن دماغها. خلاص ما تزعليش، بصي انا هعدي النهارده على اسماء برضو عشان اديها درس. هعدي عليك كده واعلمك كلمتين يعني، يلا لوجه الله. جزاك الله الف خير، بس هتشوفي ما بتقولي لحق حد انك تدرسيني؟ يعني انت تعالي درسيني في البيت كانك شي جايتني تزوريني. يا اختي ايه القلطه والانعاره اللي انتوا فيها دي؟ ايه العالم اللي ما حدش فيهم عايز التاني يعرف حاجه عنه؟ لا
ربنا ينتحني من هنا على خير، عشان كده انا دماغها هتروح مني يا رب. وابويا هاي ملسونه. هاي يا ولاد دول كم بيضه؟ ما اعرف ما اعرف كم يا فرج. ثلاث بيضات. ثلاث بيضات صح. طب احنا بقى لو جوعنا والجوع قرصنا وكلنا بيضه منهم يتبقى كم بيضه؟ ما بيتم شيء عشان احنا بنسوي فيه بيض طماط. بيض طماط كم يا فرج؟ يتم من هنتين ناكلهن عقب على العشاء. شاطر يا فرج. طيب وعشان نكبر بقى ونبقى حلوين وناكل بيضه تانية يتبقى كم بيضه؟ 99. منك لله يا حلو. كم يا فرج؟ وحده وحده. الله اكبر عليك. شاطر يا فرج. شوفوا يا ولاد انا اصلي احب قوي الطالب المنتبه المجتهد المطقطق كده معايا في الحصه. ها الله يهداك يا زينه. يعني الحين انا ما بشاطره؟ ايه يا زينه دي؟ زينه دي تقولها لي بره على السكه او لما اشوفك في الشبره بتاعت الخضار. ها انا هنا الابله زينه، انا مراعاه لظروفك كمان ما بقولكيش قولي لي يا ميس. ان شاء الله يا عبله. طب يا ولاد عشان الصراحه انا صدعت ودماغي بربقت. ها هديكوا واجب كده علشان بقى ايه تحلوه مع نفسكم وانا مش موجوده. زي استاذ وايد تعطينا الله يهداك واجبات وراي دشت بحر صبعي عورني من كثر ما اكتب. اخص عليك يا فرج. لا ده انا كده ازعل منك، ده انا يعني طالعه بيك السما وعماله اتفشخر بيك واقول ما عنديش غير فرج، اشطر طالب عندي فرج. عايز نزعل؟ لكن ولا زعلت يا ابله. طب وانت يا حلوم الصراحه يا حلوم مستواك ضعيف قوي. ها انا عاوزاك تركزي في الدراسه وسيبك من تفكير المعيز ده. زينة. يا اهلا يا سالم، ازيك؟ الحمد لله بخير. خبريني ابوي وعمتي شو مسويين في الدراسه؟ هو فرج مستواه جيد انما حليمه زي الزفت. افا الصراحه حاجه تقرف يعني. بص هي برضك عايزه مجهود مش مجهود انسان طبيعي. لا اصلك هي الصراحه عندها مشاكل في الاستيعاب. بصراحه يا سالم هي ما عندهاش استيعاب اصلا. انت شدي عليهم رصي عليهم رص. المهم ما علينا، انا سمعت عمتي تقول انك كنتي تدرسين اسماء صح؟ يعني بساعدها شويه في الانجليزي. يعني هي زينه في الانجليزي؟ لا ده اسماء بقى بنت شاطره ومجتهده وذكيه جدا. يعني هي وايد شاطره. جرى ايه يا سالم؟ هو انت عاوز ايه بالظبط؟ لا ولا شيء، بس سلمي لي عليها. اسلم لك عليها يا اخويا. حاضر يوسف، ربنا يقدرنا على فعل الخير. يا خرابي يا خرابي، ده عايزين لهم دماغ فوق دماغ الواحد. معلش يا اسماء اتاخرت عليك. اسكتي يا اختي، ولاد الخن ما ينفعش معاهم التعليم ابدا. مساكين على الاقل يتحاول يتعلمون. صحيح، وانا جايالك قابلت الواد سالم سال عليك وبعت لك معايا السلام. والله شو قال؟ شوفي يا اختي البنت ملهوفه على الواد ازاي. زين بس امي لا تسمعك. يا اسماء فكرتيني بايام الحب. زين انت كنت تحبين؟ يا دي مصر كلها بتحكي وتتحاكى كده عن قصه حبي انا وسعبد المعطي. الشباب دلوقتي بيضربوا فينا المثل، مفيش غير قيس وليلى وزينة وعبد المعطي. هالدرجة كنتوا تحبون بعض؟ يا أسمى ده احنا اتبهدلنا قوي في حبنا، اتمرمطنا، شفنا عذاب. عارفة سعب معطي؟ كان يتلتع كده تحت البلكونة، قعد 5 سنين، كل يوم يقف لي تحت البلكونة وأنا إيه؟ ولا معبراه. عيل وين الرومانسية؟ لا ما هي الرومانسية جت بعد كده يا حبيبتي. زينة؟ زينة في ايه يا اختي؟ في ايه انت اللي شفيت؟ سامحيني يا اختي سرحت في الحب يا اختي على الحب وسنينه. لا بقولك ايه، ارجوك ما تفكرنيش، اصلك انا حساسه قوي في المواضيع دي. خلينا في الدرس احسن. تري فري تي. ها لا يا حبيبتي لا براجع. بسكم لا مليت من ياسم، روحي سولفوا وياي شويه. حيتوا ساعتين هسه تطلعوا على الكتاب، شو تكتبون؟ ابوي احنا عندنا واجبات وايد لازم نخلصها ونعطيها العبله باكر. ما فينا بعد تقوم تعصب علينا. سلوم الحين هذا حرف الثاء كم نقطه فيه؟ واحد ولا نقطتين؟ قولي والله انت الحين انت ساعتين هسه تطلعين على الكتاب عشان تقولي لي حرف الثاء فيه نقطه ولا نقطتين؟ سلوم سلوم ان قلت له حرام لمركب خزر انا. فري خلي سلوم يساعدني، انت كيف كذا متناحس وياي؟ هذا يسمونه غش. غش ولا ما بغش، المهم اني احل الواجب وافتك.
رقبتي عورتني من الصبح وانا حاطه راسي في هالدفتر. تبين تغشينا؟ حرام لي اخبر عليك العبله باكر، ما علي. خبر قول، ما بخاف منها. سلوم قول. انا لا بقول لك ولا بقول لك، انا بسير القهوه احسن لي. حلوم حلوم، هذا اللي مثل النقل، اللي العبله تقول با با، النقط ماله وين؟ ما بقول با. خبر بابا يجيب جيب حسابها حسابها جدا. اكرم اوه مستر زينة، مستر زينة. ايه عاوز ايه؟ انا اريد اسوي كلام مع انتي. سوي كلام؟ لا لا، هو انت عاوز تعكسني ولا ايه؟ ايه صبوا، هذا ما في خير. شو كيف شو كلام؟ انا ما في معاك هسه بابا، انا بسوي كلام مع انتي عادمي ما في يعرف. يا لهوي، لا بقول لك اوعى يكون تفكيرك ده، انا ست متجوزه وجوزي بيغير عليا من نسمه الهوا. شو كلام هذا برضه انتي تسوي؟ ما في تفكير مال انتي غير هذا. انا يريد يتعلم عربي. طب ما انت بتتكلم عربي اهو. لا انا بيتعلم عربي زين عشان يروح يشتغل داخل الحكومه. 7 سنوات هذه مديمه يدفع حقنا 611 درهم راتب زياره، ما في. ولو ان خاف يسلم ان وديمه لو عرفت الموضوع ده تزعل مني، بس انا يعني ملاحظه انك منفعل قوي والموضوع فارق معاك. عموما سيبني اشوف. خلاص انت ما في خوف، انا يسوي هذا توب سيكريت. لا انا عارفه يا اخويا ان كل حاجه عندكم توب سيكريت، بس يعني بص، بما انك بقى عرفت توب سيكريت، انا عايزك تتودك كده وتطقطق دماغك معايا عشان تبقى في العربي بردك زي البربان. خلاص على ايديكي برضو. خبطه في نافوخك، افوتك بعافيه بقى عشان عندي حس. مع السلامه. يا حين بتيني بتقول لي الواجب والواجب، يا ربي ها حين دويحة ولا هو عمود، ما عرف ما عرف. كتب ما با ما با الواجب ما با، أنا ما با ما با خلاص. أنفسي يا فارق. إن شاء الله إن شاء الله عبلا، إن شاء الله إن شاء الله. إيه ده؟ مش عارف إن وراك حصة ولا إيه؟ لا السموحة. إيه يا أختي ده؟ السموحة عبلا. علم في المتبلن صحيح. يلا مين كتب الواجب؟ أنا حليتها عبلا. ها. إيه ده؟ شاطر يا فارق شاطر، لا كله صح ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يفتح نفسك على الدنيا. الله يخليك. إيه يا أختي عدلتها إزاي دي؟ منك للي حليمة، روحي ربنا يسد نفسك. اهدى ولا في حاجه صح ابدا، بتبقي سرحانه في ايه يا حليمه وانا بشرح الدرس؟ عايزه اعرف بعد سرحانه في الشو عبله، سرحانه في الهوش والدبش مالها ولا تعب شو. السلام عليكم. عليكم السلام. حسبي الله عليك يا حصو، انا ابو جتي ما بتغيرين هالمذهب هالطبع هذا، تدرحمين بيوت الناس كذي منه درب، شو تسوين يا عيال عزه؟ خليها انا عازمتنها. شك هاي العازمتن احلم، ما قلنا عندنا حصه انا وانت وزينات. هي بس هي بعد تدري وياها بتدرس ويانا. نسيت هالسالفه السر شو قام بسر. ما عليك حصو، تعرفت يا ود الاسرار. تعالي ايلس. عبلة تيلس؟ تترزق! تترزق! بصوا يا أولاد، أهم حاجة تحفظ حروف الهجاء. ليه؟ لو حفظت حروف الهجاء هتعرفوا تقروا الكلمات، هتلاقوا روحكم بتكروا الكلام كر كده. أنتوا فاهميني ولا بصين على بقي بس؟ أنت شايفاني يا حصة؟ حافظة بعد. أقول لك الحرمة كانها معصبة، ما عليك. أنت اليوم طبختي ولا بعد؟ لا بعدني ما طبخت، بس أظني بسوي مالح. إنسي عطاري المالح عاد زيدي لي صحن، ها بودي وياي البيت. لا وين تاكلين هنا؟ ما علي، تاخذين صحن بيتك؟ لا أنت تاخذين الصحون ما تردينهم. برد بلاش انتي برد صحن. بس يا بنتي شوفي ايه الرغي ده، اتوكسوا على خيبتكم. انتوا لو دريانين بالخيبه القويه اللي انتوا فيها تروحوا ترموا روحكوا في الترعه. حليمه قومي فزي اقعدي هنا يلا جنب فارق. لا تخيلك عبله، لا هذه نيلسه تعدالي بتم تهذرب، ما اعرف اكتب. يعني انا كيف بحضر الحصه وانا جالسه في المطبخ مثلا؟ جلعنا ياك ياك ياك. انا عبد الله. قرب قرب قرب. هلا مري حياك. حالك؟ هلا حريم. درب درب قرب ما عليك. تعب وي تعب حياك. هنا 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 هنا. ايه شيل يلا يلا جلس مره ولا ترى مش بسوي شيء. عبله هذا ربيعي عبد الله، انا عزمته عشان يتعلم ويكتب ويقرا. عزمته؟
عزومة ايه ونيلة ايه؟ هو تعليم ولا صنية غوزي؟ ها؟ انا 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 اعرف اقرا بس اتعلم الكتابة. هذا السر؟ هذا السر يا فرج اللي بتكتمه؟ ايه ايه مثل ما عزمتي حصه ويبتيها انا بعد يبت ربيعي وعزمت عبد الله هني عشان يتعلم. يا جماعة يا جماعة ايش فيكم؟ ترى خلوا الموضوع بيني وبينكم بس لا تخبروا حد. زين انت حين قهرني ها؟ انا يا ادرس يا اتعلم مثلك يا اتعلم مثلك. ابلا 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 انزه من زفته. ابا زف ابا دفتر دفتر امسك اها. جابل جابل زين علم في المتبلد. سليم سليموه سليم سليم هذا وين صار؟ اسمه؟ هلا امي. سليم ما خبرك وين ساير؟ لا ما قال لي. حسبي الله على ابليسه خلي الدكان وساير تلاقيه بيجيب شيء بسرعه وبيرد. الا قولي شرد سواها فيني انا شايفته من كم من يوم متغير علي ما هو بالاولاني. امي لا تحاتين الحين تلاقيه دقيقتين وبرد. هين خلي رد اما ادبته ادب عساكر الانجليز ما اكون وديمه. مع حمد قلم. مع حمد قلم. شطار يا ولاد. شطار يا ولاد. يا اختي ده بغبغانات. ايه ده بغبغانات يا خرابي. مع حمد قلم. حمد ويا قلم. اوه مستر ابله هذا يا حمد في قلم. سليم ما في قلم. مش مشكله يا سليم انت لسه طالب جديد عاج. اوكي حصه حصه انتش قلم زياده. ابله ابله ايه في ايه هذا يتحرش فيني. قلت له ما 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 قلت كذابة كذابة كذابة. أنا قلت له عندك قلم زيادة. إيه بتتبلع علي ليه يا حصة؟ بس بقولك إيه عبد الله أنا ما بحبش قلق في الحصة بتاعتي وبعدين دي مش أول مرة حد يشتكي لي منك لو ما بطلتش هطردك بره. أفا يا عبد الله أنا أبو تطردين الريال من بيتي وأنا جالس. أطرده وأطردك معاه. لا عاد كله ولا براي أخوي. إيه إذا طردتيني بطلع معاه. حلوم يا الدعمة شقاب تطلعين من بيتك بعد انتي؟ معناته بقى يعني الكلام ده ان انا اللي اطلع بره. لا 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 عبله زعلت يا الله يهداك انتي محشومه يا عبله ما فهمتينا زين. عبله خلاص يعني سامحيني المره الثانيه احنا ما بنقص عليك الحصه. خلاص حشوف انصاف. هذا الدرس مطفي خلاص في الدكان مرانا في مفتوح هذا بعدين من فديمه شكت الاعلام. أبلة 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 ما يتحرش فيني. حصة على فكرة أنا ابتديت أشك فيك أنت. أبلة نقول قول مع حمد قلم. مع حمد قلم. مع حمد قلم. مع حمد قلم. كيف الحال؟ أقول؟ آه. إيش عندك هناك من خش؟ ما فيش يا فرج أنا أسوي مساعدة داخل ليخ يركب هذا الميدار داخل قرقور. ليش؟ أنت تشتغل عندي ولا تشتغل عند فرج؟ لا أنا أشتغل عند مستر وديمة أرباب كبير هذا. أرباب صغير. أنا الحين اللي بايلت هني على بلبك بهالعصا اللي ما تستحي على وجهك وتارك الدكان مبطل أجل الحياة. ها؟ 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 تسوي؟ أرباب حرام علي ها؟ قول ليش عندك من خش؟ ما في شيء ما في. هلا هلا. هلا حي الله وديمة. الله يحييك يا فري. بلاش مرتب شي يا سليم. مع سليم شوية بس أبا أسألك شو عندكم متيمعين؟ داخل؟ إيه وعبد الله. وعبد الله حصو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبي الله على إبليس اشترى عندي عباية جديدة. ها؟ إيه صديق إيه تعالي يا حلوة يا حصيصة حبيبتي انت. اقول ايش عندكم متيمعين هناك على الحلو؟ العنزة مريضة لازم نقرا عليها. اي عنزة؟ الكبيرة؟ لا الصغيرة. اقول عن العيارة قولي لي ايش عندكم متيمعين؟ مسوين عزيمة زين في مولة مولة. الله حصوه تكذب علي بعد زينة؟ اي يا اختي خير. هلا هلا باسمك الزينة يا حلوة
أقول؟ قولي. إيش عندكم تعملين عند حلوم؟ نسوان فاجة بقى يا أختي، قاعدين بنسحب شعر العنزة وبنعمل لها خوصل. الله، كلكم متجمعين عشان شعر العنزة؟ لا، أصل العنزة بعد كده سخنت مننا، عملنا لها كمادات. أقول خلصين نعاد، ليش متجمعين عند حلوم؟ عايزة الصراحة يا أختي، إحنا كنا قاعدين نلعب كوتشينة. يلا بقى، مش هقدر أطول معاك أكتر من كده عشان أسمع عندها حصة. بالإذن يا أختي، بالإذن، لحسن مصدعة ودماغي بربقت. بربقت؟ سليم، تعال 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 تعال، قولي سالفة الكوتشينة، لا يكون تعبون قمار. ها 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 زينة زينة. وزي ما احنا عارفين المضارع بينتهي بآي إن جي. آي إن جي شنو؟ أنت نايمة. سامحيني يا أسمة، الحصة بتاعت ولاد الخنة هدت حالي. أنا خلاص يا أختي ما بقتش قادرة أتحمل. وزين اعتذري منهم؟ اعتذر من مين ولا مين؟ ده أنا بقيت بدرس دلوقتي بنص الفريج بتاعك. عارفة لو سعبنوتش عرف إني بدي دروس ببلاش كان طلقني. زين، أنا أقول لك، إذا على الدروس اللي تعطيني إياها فأنا اللي ما فهمت فهمت خلص. يا أسماء، أنا التدريس لك مش تعبني، أنا اللي تعبني حصص محو الأمية اللي في بيت حليمة. عملت إيه في دنيتي يا رب؟ عملت إيه في دنيتي؟ والله ما تسوى يعني زينة، خلاص هدي نفسك. ماما الله يخليك، يخلي روح داخل شوية. حسبي الله على بليسك، انت ايش سالفتك؟ ايش عندك هناك في متحلوم؟ ماما انا ما في شيء، انا يقول انت انا ساعة فرج بس. الساعة الفرج ها؟ تكذب عيني عينك. اوه، شل خلية النحل، هذول كلهم يساعدون فرج، تكذب علي انت. لا هذا في جمهور يشوف انا كيف يساعد فرج. شنو؟ صينمة انت صينمة؟ السلام عليكم. حصة، تعالي تعالي أبيك، تعالي. حوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تضربني. ما عليه ما عليه، مقبولة منك حصة. آه حبيبتي. أقول، ايش عندكم هناك من خشين؟ شو تسوون؟ ليش متجمعين؟ احنا أقولك مستعجلة أنا في مله. تعالي زين، بعطيك 50 درهم. قولي والله. إيه 50؟ إيه. أشوفي أنا بقول لك، وهذا سرها. إيه قولي قولي، وأنا أحب الأسرار. تعالي. الله صحيح؟ عرفتي؟ وي حي الله بنيانة، حي الله. تفضلوا تفضلوا، اهبش اهبش، تفضل خويي تفضل. حلو والله حلو. بالعافية، تفضل يا اختي، تفضلي تفضلي. وين روحك؟ خلنا خلو اقولك، وين القهوة علم؟ شال علمة عاد القهوة بوي. ايه القهوة زاهبة. حصة جيب القهوة. ناي ناي الشيبو. يلا يلا اعطيني بحبة، اعطيني. تفضل تفضل تفضل. فري خذ قهوة، قهوة 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 قهوة. مش فيك ساكت انت درسينا؟ ادرس ايه واتنين ايه؟ ده كتشوره باك، كتشوره مايلك في الدم ميلك. انا ما اعرفش يا اخويا مين ده عليا الدعوه دي. منك لله يا حليمه اشوف فيك يوم يا رب. انا ندمانه يا فرج، ندمانه على اليوم اللي اتعلمت فيه منكم لله. بقول لكم ايه، انتوا سوقتوا سمعه التعليم. اللي عايز يتعلم يروح دروس نحو الاميه. يا ربي يا ابله، قلنا لكم نحو الاميه، نحو الاميه، ماشي محو في التعليم. صح لسانك يا اخويا، شوفي ما بس ترى انت تعلمينا، احنا بعد نعلمك. صح قطع لسانك يا حليمه عن كون انا. يا له يا له ونعم الوكيل فيكم. منك لله يا حليمه، لقي يا حصه لقي اله تزوري. فرايحه له خير ان شاء الله. شو مستوي؟ اتصلت فيني وديما وقالت هات عيالك وتعالي خير ان شاء الله. ليش